على يديه ورجليه يحب الحاج سيف الشيباني الرجل الخمسيني الذي شاب رأسه ولكن عزيمته لم تشيب، ويمضي في دروب الحياة متحديا إعاقته رافضا أن يستسلم لها ولصعوبات الحياة. يكافح متطلبات المعيشة الصعبة ليعول أسرته المكونة من زوجته وست بنات في كشكه الصغير هذا الواقع في حارة في مدينة العمال بمحافظة الحديدة، والذي يبيع فيه مواد كهربائية لم يعد قادرا على توفير أكثرها وشراء بضاعة جديدة نظرا لقلة الزبائن وقلة الدخل في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلد. عندي حوالي الآن 6 والسابع إن شاء الله ممكن بالطرق. ما شاء الله. معي 6 بنات. له حوالي 8 سنين دي 7 سنين. بس كمان وسط حارة الشغل هنا ضعيف. مش زي ما في الأسواق البلدية. مش زي ما فاضي. حتى الكراتين هذه كلها فاضية. طيب كيف تعامل معك الزباين لما يشوفوك مع معك يعني؟ والله ما يستوش الناس. الناس مش كلها سواء. ناس يشوفوك يستكثروك وناس يشوفوك يقول لهم هذا يستحق هذا يسمى مكافح. يشجعوك. بعض المشترين يجي يشتروا مني حاجات ناقصة ما حصلوهاش بسبب يعني قلة المشترين، يعني مش زي ما كان من أول كنا نبيع في حركة السوق. الآن مع الحرب هذا والوضع والغلاء أصبح الناس يدور لقمة عيش. يستخدم سيف دراجته النارية المسمى المجنونة كوسيلة مواصلات، ينطلق بها كل يوم دون كلل أو ملل حاملا ابنته الصغيرة والتي تعاني من الإعاقة إلى المستشفيات ولأداء التمارين في مركز علاج طبيعي. سيف الشيباني شخصية عظيمة تحدث الإعاقة بكل معانيها، يعتبر من الأشخاص المكافحين المتمرسين على الكفاح والإصرار والعزيمة. إعاقته لم توقفه عن ممارسة حياته الطبيعية. يعتبر تقريبا حوالي 2 متتاليين دون كلل او ممل ياخذ ابنته من المنزل الى المركز لممارسة العلاج الطبيعي بشكل يومي. سيف الشيباني ربما انه انسان معاق ولكنه يعول اسره عن طريق دراجه ناريه بسيطه ولديه طفله معاقه، ورغم الاعاقه لكن لديه اصرار وتحدي الحياه والناشد اهل الخير لن يتعاون مع المعاقين. لديه مواهب زي سيف الشيباني. شوفها حتى الكراتين هذه أصبحت يعني ما تقدر تشتري، أصبحت فاضية. ليش؟ أنا ما فيش دخل، أصبح الخرج أكثر من الدخل، يعني ما قدرت ولا نشتي تحسين وضع، لا في دعم هكذا عبد الدكان. طيب ليش فتحتها بس فقط محل كهربائي؟ ايش السبب يعني سر افتتاحك محل كهربائي؟ انا فتحت محل كهرباء لانه مصلى على النبي ما تخربش، وزع المواد الغذائيه. المواد الغذائيه فتره وانتهى، ولكن المواد الكهرباء مكانها تبقى زي ما هي ما تنتهيش. نموذج فريد لرجل آثر العمل والحصول على لقمة العيش بجهده وتعبه وعرقه، لكن الصعوبات التي تقف بطريقه كثيرة، ومساعدته على تجاوزها واجب إنساني يحتم على رجال الخير والمستطيعين مد يد العون له وضمان حياة كريمة له ولأسرته.